ورحمة الله وبركاته. أسرار إخلاء نادي الزمالك من الأعضاء. طلبت الإذاعة الداخلية بنادي الزمالك أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك بإخلاء النادي مع حلول الساعة 10 مساء، وأثار قرار الإخلاء دهشة أعضاء النادي، لأن النادي كان من المقرر إغلاقه في تمام الساعة 12. وأكدت مصادر من داخل النادي أن قرار المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بالإغلاق المبكر جاء بسبب غضبه من الجمعية العمومية للنادي بسبب عدم مساندتها له في أزمته الأخيرة مع اللجنة الأولمبية. وكانت اللجنة الأولمبية قد أصدرت قرارا بوقف مرتضى منصور 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي.